موضوع اليوم راح يخص مرض السكر في شهر رمضان. مخابر فراتر رازس فرع الصحة الطبيعية تقدم لكم دوك تفهم. عندك أسئلة؟ حبيت نصائح؟ تواصل معنا على الفيسبوك وأطباءنا راح يجاوبوك. ريح معنا دوك تفهم. دكتور عدلان هلال مختص في الأمراض الداخلية في العاصمة. السؤال اللي اخترناه اليوم هو مريض اكتشف مؤخرا انه عنده مرض السكر وحب يعرف كيفاش يتناول المأكولات نتاعو في شهر رمضان. الوصية اللي نجمو نمدوها هي يعني افكتيمو احنا عندنا عادات في الجزائر انه في شهر رمضان نتناولوا بزاف المأكولات اللي فيهم بزاف السكر وبزاف الدهن. يعني سيت اون اليمونطاسيون كي تري ريش اون سكر اي اون غريس. والمعقول يكون انه انسان اللي عنده مرض السكر انه يتناول يعني بكمية ناقصة. يعني يفو با اكزاجيري في لا كونسوماسيون دي سكر. لازم مثلا احنا عندنا عادات تاني تاع التمر بزاف يتناولوا التمر في مع المغرب. لازم نقولوا للمريض اللي ما يتناولش فوق 3 حبات تمره، يعني با بلوس دو 3 دات، وما تكونش معسله بزاف. اما الماكولات لازم يكونوا مثلا متواضعين، اون كونسوماسيون با تري ريش اون غريس. هذوك المراقي وكل شيء لازم الانسان ينقص منهم. الخبز ثاني لازم يتنقص باسكو الخبز ثاني لي ريش اون هيدرات دو كربون، يعني اون سكر. وحاجه اخرى سيك المريض لازم ثاني يشرب بزاف الماء. هذيك لي صودا اللي يكونوا في الطابله في شهر رمضان لازم يتنحاو، هذه عاده ماهيش مليحه. اما في السهره لازم ثاني المريض ما يعني يختي هذاك الغرينيوطاج. الغرينيوطاج ماهوش مليح، الغرينيوطاج ديزيكيليبر نوطاما يعني لو ديابيت. وفي وقت السحور ثاني المريض لازم يتناول ماكولات ما تكونش غيش اون سكر رابيد دو بريفيرونس، يعني كل ياكل شويه تاع الطعام ولا شويه تاع مقارون ولا يعني الماكولات اللي فيها ان سكر بلوتو لون اللي راح يشد له في لو ريست دو لا جورني في وقات الصيام pour éviter هذوك لي زيكار، يعني لي هيبرغليسيمي سكر يطلع بزاف ولا لي هيبوغليسيمي او كونترير في وقات الصيام. نتمنى لكم رمضان كريم بالصحة والهنا. دوك تفهم قدمت لكم من طرف مخابر فراتر رازس فرع الصحة الطبيعية.